الثاني. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، هذا الحديث ينتبه المرء فينا إليه في أشياء. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك، ماذا نستفيد من ذلك؟ ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك؟ الأسلوب الحسن في النصح قبل النصح، في اتجاه واحد مشاعر إنك تقول له أنا أحبك. من السنة إذا أحببت شخصا ليس مشاعر لديانته واستقامته فأنت تحبه لله، فمن السنة أن تخبره أنك تحبه. طيب، اثنين، أوصيك يا معاذ، ماذا تستفيد هذا الربط بين المحبة والوصية؟ أن الإنسان إذا أحب الإنسان فلا بد له أن يوصيه بما يريد. نعم، أن المحبة المجردة ليست من السنة، المحبة هي التي يتبعها نصح، وبالتالي هذه هي فائدة مجالسة العلماء ولقيا العلماء، أنهم ينصحونك. أنت إذا جالست من هو أقل منك علما أو من عامة الناس وتخطئ فلن يتنبه إلى خطأك، لأنك ربما تخطئ الأخطاء الخفية التي لا يميزها إلا من العلماء. بينما إذا كنت تجالس العلماء من أول كلمة: أخطأت، شو الصواب؟ كذا. بتعود تحكي كمان كلمة: أخطأت، شو الصواب؟ كذا. أخطأت، إيه هذا منعرفش نحكي 10 كلمات على بعض، كل ما دقيقة بطول له خطأ. أخطأت في هذا السلوك، أخطأت في هذه العبارة، أخطأت بعلمك ببصرك. بينما إذا كنت تجالس العوام وتكلمت بالأخطاء يقول لك: أحسنت يا شيخ، فعلا إنك فهمان، والله خطبتك ما في زيها، إمام الحرم ما بخطب خطبتك، وهي خطبته إيش؟ مليئة بالأخطاء. لكن من ينصحك؟ العلماء. ها هي إيجابية مجالسة العلماء. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قدم النصيحة، مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام العلماء عليه الصلاة والسلام، فمباشرة قدم له النصيحة. العلماء لا يبخلون عليك بالنصيحة، لكن سوف تكون هذه النصيحة إيش؟ ثقيلة على النفس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبالتالي كما قال أحد السلف: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل أمام الناس. الشيخ سيد الشيخ أهلا وسهلا، وهو حقيقة أمره من ضعاف طلاب العلم. وبالتالي هنيئا لمن أكرمه الله بمجالسة العلماء، بزيارة العلماء، بملاقاة العلماء. وقد تستفيد من هذا العالم دعوة غير النصح والبيان. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك فلا تدعنا. قدم له النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة. فماذا كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ ماذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لمعاذ؟ أن يقول أدبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. نعم، إذن من يقبل بهذه النصيحة؟ عليك أن تحرص عليها حرصا. طب قد يقول قائل: هذه نصيحة لمعاذ، ما صلتنا نحن؟ ما هو الجواب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يفيد العموم. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو أمر لجميع الأمة عليه الصلاة والسلام.